طب يا اكتب لنا اكتب لنا نبغى فحم يا اخي. لا سالك انت مره طبخنا عليها طبخه منيحه ناقصه يعني ضلينا عم ناكل سوا شاي. ها نلعب لنا لعبه؟ يلا تعالوا هنا خلينا نلعب. مين؟ خليها معي فين؟ ما بدي اخذها انا ما بدي انا باخذها. انت؟ هي حطها الارنب ولا البت؟ لا الارنب والكله هي. لا لا شلون ناخذها؟ هذه ممتلكات عامة. ممتلكات عامة. لا بتكلم عن الارنب. الارنب اخذه لوحده؟ لا انا بدي اخذه كله. لا بصي اللي شاطر في الامور دي بتاعت ال هو محمد باشا من غير ما يشعرون. صح ممكن في المطار وهو ماشي دي 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 انه معاه حديد. اخذت معي ثلاث شناتي زياده بس برضه عادي. زي معي ثلاث شناتي. ليه ما عزمتيناش انا وتانيا؟ معاهم لما عزمتيهم مصر. ما هم معزمين تانيا عارفه كلمنا على ال يا قلبه يا بخيله. إيه؟ يعني مستخسرة تحطي تزودي شوية في العشاء أجيب عشاية معايا يعني. لا أنا قلت لميشال أنت كمان. ما حدش قال لي. وأنا وتانيا كلمنا عن الرحلة وهنعمل إيه وهنروح فين. محضرين سكادجول. عملنا سكادجول يعني كامل. قال لي ما قالت لك لارا إنه واحد اثنين ثلاثة؟ قلت لا. قال لأنه راح أنا قلت لك من الأول. راح نسوي. متى قلت لك من الأول؟ أنا خلوني بس. ميشيل مش انا قلت عبد العزيز كمان يجي مصر؟ مصر؟ اه قلت ايه انا وباش تانيا ابراهيم وبسمة ويحيى ويحيى انا ما حدش قال وناظم وناظم وداريا وبلا عزوز شددت انه بلا عزوز فاكره دلوقتي فاكره ليه يعني؟ مش عارفه انه مين اللي دايما يسوي تحيات لاصحابك واهلك؟ مين؟ ده جدائي؟ تانيا شو لا سيريسلي اونستلي لازم بس مش عارفه هنعملها ازاي بلا سيريسلي بلا اونستلي فكينا من شغل السفرات بتاعك سيريسلي واونستلي سيريسلي واونستلي واثنين كيلو كيوي لا يا رب فعارف لما كنا في الكويت كل مره بنشوف كيوي عزوز عزوز نجيب له كيوي معي لازم نشوف له حل الكيوي هذا قسم بالله كيوي ما علينا دلوقتي افك عليكي الصقر بتاعي انا هشوف مع اهلي نعمل سكادجول ازاي وهكلمكم ولا انه I'm gonna see with my parents وكده to fix the schedule ميشيل like I told you امبارح بصي يا لارا it's too early in June لارا امبارح ميشيل اعطاني كذبة تمشي 2000 قال لك ايه كذبة تمشي 2000 قال انه هو راح واصحابه شرم الشيخ كانوا 2500 واحد لا ما كانوش 2500 4000 يقول 2000 2500 واحد وبسبع باصات كانوا 50 سبع باص 50 صح؟ بيقول لك بيقول 100؟ لك ايه؟ بيقول لك اسمعي الباص شال اللي قدر يشيله لا 50 يقول لك الباص شال اللي قدر يشيله والباقيين 300 بثلاث سيارات يقول لك الباص شال اللي قدر يشيله والباقيين لحقوهم على زي هذه زلاجات اوكي لحقوهم زلاجات و والباقيين ما سافروا بس بقوا معاهم في الموبايلات زيكم وصلتوا فهو فكر انه يعني 250 راحوا سافروا 250 باقي معهم على الموبايل بس وصلت يا فلان اي 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 500 واحد راح شرم الشيخ انا ما راح اصدق الا لما توريني الفيديو راح اوريك الفيديو وانا راح استنى لما توريني الفيديو وقل لي لا شوف وتعدهم قدامي عايز تروح شرم الشيخ يا زو بلا اصحابي ولا اصحابك والمشكلة انه يقول 500 واحد وكلهم يعرفهم. طيب بكره فرجيك على الفيديو. قالوا لك حاط على راسي 2 كيلو زيت جاي من الهند. يا حبيبي بكره فرجيك اياه على الفيديو. يعني شايفني ما اقول مرحبا. كان ويش بده يحط له واكس على شعرات العزوز. شال وعامل هيك تطلع عليه ما في شيء على ايديه قد ما ايديه مقشبين الايدين سحبوا الوقت ايه مو بس كذا حتى لما حط ايديه على راسي احس شعري انسحب وين ايوه كيف ايديه مقشبين اول مره اشوفه كائن ناعم اذا عايز تروح شرم اعمل ايه؟ بسألك لما تروح مصر اروح لوحدي؟
لا انه اخذك الشرم ولا مش عايز تروح شرم الشيخ؟ ضرب حالك فيها. اه علبه بيبسي انا يعني؟ انا هاخذكم موجعات هلا كويس مو بتزعل يعني بتوجع هنروح هاسياندا طبعا بتوجع نروح هاسياندا تقعدوا عندي في البيت تقعد عندك سبعة ايام سبعة ايام لا 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 انا ما عزمتني انا بقى اقعد بوتيل يا عم نرجع نروح نقعد بوتيل بشرم الشيخ ايه؟ نرجع نروح نقعد انا عندي بيت في شرم اسمعي بس I never used it I never went to it اسمعي يا لارا يقول لي ميش انه بخمسة دولار لعب اللعبة بتاعتي صح بخمسة دولار قديه بتضلك تلعب بهيدي الايه؟ جامبلينج؟ لا جاكبوت ثلاث تفاحات زي بعض شرم يلا فادي إبراهيم علي الخليل باسم مغني نهلة داود فيفيان أنطونيوس جابرييل بوراشد يوسف الخال مجدي مشموشي مازن معظم هند باز خالد السيد جوزيف جبرايل تينا جروس فراس الحاضر أنطوان حجل روزي الخولي وكتار غيرون أكثر من 270 ممثل وممثلة بأكثر من 250 موقع تصوير ورود ممزقة دراما عاطفية مشوقة بإنتاج تلفزيوني ضخم ورود ممزقة السبت الأحد والاثنين 9:30 المساء بتوقيت السعودية على LBC الفضائية اللبنانية